تابعي جليلة عروة ابن الزبير قصديسي. عروة ابن الزبير وحاوها أحد العلماء تابعي بؤها وحين عدي قصدني واختي خليفة الوليد ابن عبد الملك وشري وخليفة أها أي نعضي خليفة الوليد ابن عبد الملك أيا وحا عروة ابن الزبير وقعد صدي إنه صاب بغضة دمشق إنه صاب بغضة وماشي خلافة الأموية ويان حقا يقول صاب بغضة كويل عروة استياري السفر كاسو اسكو دياري وحكتها يا ومدينة المنورة دمشق متقيا سوريا تضبع عرورو داري ويلكي ووجه على أيوك حيست حقا إيا الشام أيو جيستي طريقة مركو سيس عدي حنون باكو داعي لقطة أيو حنون كاقا داعي وسعون كريواي ولا أوربا لقو قاضي خليفة دي بالوغي إساقو أوركا لقو وضو آد بوغو حشوضي ننكا أسوك كلفي إما سافدا دير صوم مري ايكو سوحانو صدي وضغا وحاول قدوني نخترض رقي وحريف سنة اي ارادي رق بدن بالو سعوري وحي اسكو وافقين دوكا لئنون اللهين الا لقتا لقاقو يمو يعني حيالي وحي لهذا اللقود دايو حنوكو سيفافي وإن مركا لوكتا إلى حوكا وإلا قوي إلى هذين هذيك على تشيركا ونبو قاريا آد بو أغنى حي نينكي مرتدى كوأها وسبو عطصدي سبو فيو إنو يمادو دبنا وكتا وسبو الله انقراء وكان حي لكن رجل اخترض أها صدا سيس وافقين أي نقوصة من شرابا نقصين وديدي وحيد هذا مواد حنوصني لوكتا مركا نكاقويني مشاري اللي قد قيني بركا وحينا واضحا نوصن وإنا أما خمرة كسينو سيادو الدريمين أما شراب كلا أن كسينو وحا أول دو ويسكديدي وحي له دين محيا لها الدبا سيدو أكيسن وحو يردعوني أصلي إداية وانتو كن صلاة دمر كان قالو وح عن دريم ملئ إله رب سبحانه وتعالى أي اللحريرا قرآن كان معنيه صدر ما آخرا حصوصا وحا نفط إذا أندر يا إله سبحانه وتعالى إنا نرتوه مركا مركا أن صلاة قلبه يري لقطة إيقا قوية مركا وبلا بصلاة دي بقلي وسجودي مركو سجودي وقلي أي حوقي سيفيدي مركز ميشار سوقاتهن ويكا قوينيين رضي الله عنه مرك لوقت بيكا قوينيين استغو او سجود سن وح قدره ماني مالي ايقونا اد بو قدعي السليد بيوال كسو كريين ما جفتو وح لغو ايقا لغو قبتو السليد ايو سو كريين سليد دي بيدي بيدي النمارت لقطة أقليين حرارة دي إيا كلال كي وقت كي سمواي وصوحي رضي الله عنه أرنتو يضعو حقا أي مرس وشي فوق وسوح سيهي أيا خليفة دي نوكرتها غيه أيا خليفة دي وربا الله وضع ويلكي راية عروة أو دليل السعدي إن كي سيارة أو شعلا أيا وحا أو كعياري دي بدأ فرس باكو توك توك سدي كي يرانا ودنت وركاس الله كان خليفة دي آد بو النحي وذي عروة لقبا لقا قوي ويلكي سنة ودنت عروة مركي أو سواكعي أمير كبال الله اللي خليفة دي
waxa uu ku yidhi ilaahay ha kaa sabar siiyo lugtaadii tagtay. Allahumma laka alxamdi buu yidhi, wa innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Waxa uu ku yidhi musiibo kalaan kuu sheegayaaye sabir, iyadana wiilkaagii waa dhintay, faras baa ku joogjoogsaday uu dhintay. Muxuu yidhi miyuu argagaxay, miyuu orday, waa musiibataa? Miyuu yidhi may. Allaahumma laka alxamd innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun buu yidhi. ilaahay waxa uu i siiyey buu yidhi 7 caruura, mid buu iga qaaday, mid hadduu qaatay ilaahay subxaanahu wa tacaala isagaa mahadle. 4 xubin buu ilaahay i siiyey, mid haddii la iga gooyey ilaahay 3 buu ii reebay. alxamdu lilaah ayuu yidhi, waxaana rajaynayaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala intaaba uu igula kulmiyo jannada buu yidhi, jannada aan kula kulmo. waxaa loo keenay lugtiisii, waa tan baalay lugti lagaa gooyey. lugtii buu eegay wuxuu yidhi ina allaha yaclam, ilaahay wuxuu og yahay annii maa mashiitu bika ilaa macsiyatin qad, inaanan xaaraan lugtii aanan ku socon, meel xaaraana inaanan ku tegin ayuu ilaahay og yahay subxaanahu wa tacaala. waxa uu bilaabay curwa inuu yaro sara kaco, uu tukubo ayuu bilaabay, ol baa la siiyey uu ku soconayay. maalin maalimaha ka mid a wuxuu usoo galay khaliifadii, wuxuu arkay oday da'ah oo khaliifada ag fadhiya ayuu arkay. odayga wuu indhalaayah, nabar weyn ayaa wejiga kaga yaala. khaliifadii baa wuxuu ku yidhi curwa, qisada odaygan ku dhacday bal weydii isagana, dhibaataa qabsateen. curwa waxa uu yidhi waxaan ku idhi sheekhow, bal qisadaada iga waran, maxaa ku helay? waxa uu igu yidhi curwa, habeen habeenada ka mida ayaan xoolahaygii oo dhan soo kaxaysay, wax iga xoolo badnaana wuu yaryahay buu yidhi, iyo awlaadaydii meel webiya ayaan u hoyday. dumar badan 3 ayaan watay, awlaadaydii xoolahaygii oo dhan meesha webiga ah ayaan u hoyday buu yidhi. aniga oo hurda ayaa waxaa yimidba webi xoog laa soo jabay, ciyaalkaygii iyo maalkaygii iyo haweenkaygii oo dhanba uu la tegay. gebi subaxdii waagu wuxuu ii baryey wa ana laa amliku ilaa tifl sagiir, wiil yar ayaa ii hadhay, xoolahaygii iyo awlaadaydii iyo haweenkaygii iyo awr ayaa ii hadhay, wax kale oo ii hadhay male, awrkii baa baxsaday buu yidhi. markaasaan wiilkii yaraa ka tego, awrka soo qabo baan is yidhi. markaan xoogaa daba ordayo ayaan waxaan maqlay buu yidhi wiilkii yaraa oo qayliyaya, waan soo jeestay, yey baaba qabsaday, yey ayaa afka ku haystaba. dib baan u soo noqday si aan wiilka yar uga rido, laakiin wuuba cunay buu yidhi, wuu googooyey. maxaan samayn? awrkii gaadh baa is yidhi buu yidhi. awrkii aan daba orday ayaa igu soo jeestay anigii, wuuna igu tuntay buu yidhi. wejigan aad arkaysid naburkan, awrkii baa sidaa ii galay. curwa waxa uu yidhi waxaan ku idhi maxaad leedahay haddaba, maxaad samayn? waxa uu yidhi odaygii waxaan leeyahay allaahumma laka alxamd taraka lii qalban caamira walisaanan daakira. ilaahay yow mahad oo dhan adigaale, qalbi baad isiisay caamira, iimaan ka buuxo, dikrigii ilaahay iyo ka buuxo, iyo carab ayaad ii reertay aan kugu xusayo ilaahayo subxaanahu wa tacaala. bal cajiib u fiirsada, iimaan buu hayaa
wax u hadhay male qalbi buu hayaa, iimaan buu hayaa. Wax qofku hadduu iimaan u hayo, nimcad oo dhan wuu haystaa. Innaguna maanta masruufkiisii uu waayo waxa uu ku leeyahay ilaahay, dee wadduu iga jeexday waayaha muu ku leeyahay, waxba ma hayo, waxba imtixaanku waka waa imtixaan la imtixaanay. إلهي وحى أوليه ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وحار إنه امتحاننا بو إلهي ليه إنه ابتلينينا أبسي قاجو مالكو أوكان ناقصما عرور أوكان دمتا مرأد ويدي أبارو إلهي وحا أوليه وبشر الصابرين أبشار النبي الله هو الصابرين تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة كوا مرك مصيبة أي كل عذو قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.